شو رأيك اليوم بعمل مصطفى بشغل مصطفى ويا أحمد وحيد؟ يعني الاثنين مبدعين بصراحة. يعني أنا أقدر أقول لك أنه يعني مصطفى خدم أحمد وحيد، وأحمد وحيد خدم المصطفى. زين، انت فتره من الفترات انت ومصطفى احتكرتوا اهم نجمين كوميديا بالعراق، يعني إيه. بفترتها اياد راضي واحمد وحيد، لكن صارت هجمه على الكوميديا اللي كانت تتقدم، مو احتكار اتهمتوا هو. بالرتابه واتهمتوا بالتكرار، وين الكوميديا بهذا الوقت؟ يعني بقى راح اقول لك شغله، هو مو احتكار اول شيء. بس وياكم كانوا يشتغلون؟ ما عندنا عقود احتكار اي احنا. بس هو اكو يعني انا كلمه. اسال اليوم حتى الاستاذ اياد راضي، روح اساله من اول عمل اشتغلناه لحد اخر عمل اكو عقد بينه وبيننا؟ لا انا مو قصدي عقد احتكار، ما قصدي اكو اكو يعني، اتفاق ضمني انه يصير. لا ولا اتفاق ضمني. يعني القضيه قضيه انه ايمان. ايمان انا احنا عندنا، يعني هو عنده ايمان بي وانا عندي ايمان بي. بنفس الوقت احنا اكو مشكله عندنا كلش كبيره، مشكله النصوص وخصوصا الكوميديه. يعني انا الان يعني صدقني وصلت لاهم كتاب الكوميديا اللي موجودين بالوطن العربي اللي هم كتاب مصريين. يعني في سبيل حتى اوصل اخذ نص، يعني لان النص هو اساسك، هو اللي انت تقدمه، هو اللي يعني هو اللي راح ينطيك نجاح العمل. احد الاسباب اللي ما خلتني انا ما اشتغل هذه السنه اللي فاتت، اجاوبك على سؤالك السابق، انا ما لقيت نص جيد كوميدي قصدك؟ ما لقيت نص كوميدي جيد، فما اقدر اقدمه. يعني اضحك على نفسي. يعني ابجتوت كان نص سيء؟ لا تقول لي ابجتوت، لا جميل وكلش حلو. من لسانك وقعك؟ لا مو من لساني، انت لا تقول لي ابجد. انت العمل مو انا المشتغل حتى اقول لك. انا انتاجكم؟ انتاجنا اي، بس مو انا المشتغل، انا اكو مخرج. يعني لو عجبك كان اشتغلته؟ اكو مخرج، اكو عنده وجهه نظر، عنده كذا. ليش هو العمل، ليش هو ابجد هوس منيا؟ ابجد هوس فقره موجوده بمحتوى خابط، انشالت هذه الفقره صارت مسلسل. اي انا دا اقول لك اياها. يعني لو كان اكو نص بي شيء جديد انا اقول لك انا اول واحد. لا بالعكس، يعني انا شو اسمه يعني الاعمال الكوميديه احبها اصلا، ابدع بيها. اقدر انا اثناء حتى اثناء التصوير نغير، نعدل، نضيف قفشات. واعتقد جوها صراحة من يعني جوها يكون ايضا كوميديا صعبه، اصعب من صعبه جدا. اذا حتى اذا الفنان مزاجه مو ما يطلع ما يطلع خلاص.